جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بسين عين يقول: فضيلة الشيخ، هل من مات على الشرك الأصغر يكون تحت المشيئة يغفر الله له، أو يدخل في عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا بد أن إذا لم يتب منه فلا بد أن يعذب عليه، ولكنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر، وإنما يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار كغيره من عصاة الموحدين. ومن العلماء من يرى أنه يدخل تحت المغفرة، أن الشرك الأصغر يدخل تحت المغفرة ويكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه به، وأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يراد به الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم.